تصريحات. يعني وفي رد فعل مماثل استنكر مجلس الشورى التصريحات العدوانية وطالب إيران بالكف عن التدخل في الشأن البحريني والانشغال بشأنها الداخلي بدلا من تشتيت أذهانها في شأن دول الجوار. هذا التصريح مرفوض جملة وتفصيلا، ونعتبره تدخل في الشأن الداخلي، ونعتبر بأنه وضع نفسه في موقع الوصي لمملكة البحرين وشعبها، وهذا أيضا مرفوض. فلا يوجد وصاية على أي فرد من أفراد مملكة البحرين من قبل أي فرد خارجي أو أي دولة خارجية. طبعا اللجنة استنكرت ورفضت، وعلى ضوءها صدرت بيان، وتتطلع اللجنة في الأيام القادمة بأن ترسل رسالة مشتركة من خلال الشعب البرلمانية مجلسي الشورى والنواب، مذكرة احتجاج على ما ورد في خطبة السيد علي خامنئي. المجلسان ومن خلال بيانهما أكدا على أن مملكة البحرين تتطلع إلى علاقات متينة مع جميع الدول، لكنها ترفض رفضا باتا أن يتجرأ أحد وأن يتدخل في شأنها الداخلي، ولن تقف مكتوفة الأيدي في حماية سيادتها الوطنية وثوابتها. سهير عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الخزاعي، عضو مجلس الشورى وعضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى. مرحبا دكتور. مرحبا دكتور محمد. بداية، أصدرت بيانا فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ما هي أهم النقاط والتوصيات التي تم الخروج بها من هذا الاجتماع؟ شكرا جزيلا للاتصال. ربما أهم نقطة أو نقاط ناقشناها هذا الصباح في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أننا نستنكر ونرفض رفضا تاما جميع أنواع التدخلات في شؤون البحرين الداخلية من قبل أي كان، سواء كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو غيرها، وذلك لأنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والعلاقات بين الدول. كما أكدنا من اللجنة رفضنا القاطع لكافة أنواع هذه التدخلات والتصريحات، وأكدنا أيضا أن مملكة البحرين تتطلع دائما إلى بناء علاقات متينة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة. كما أكدنا أننا لن نقبل التعريض بهذه المصالح وبهذه العلاقات أو النيل منها أو حتى التعليق عليها من أي شأن داخلي. نعم دكتور محمد الخزاعي، عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.